مساء نور عسلام، اهلا وسهلا بالجميع في سهره الجمعه على نسمه جديده، موعد جديد مع انت الحب وحكايات. اليوم نهزوكم للقروان في الجزء الثاني من لقائنا، ونبش نتعرفوا على احد ابرز الفنانين والنحاتين على كل ما ساعات ما نلقالوش تسميه. شنو حكايه تحسين المقدادي وابداعاته في القروان، وكيفاش رجع الى الواجهه منذ فتره قصيره؟ بعد شويه قصه حب مع الاعمال الفنيه لحسين المقدادي، وبعد ايضا لحظات نتعرفوا على حكايه شمس وامها سعاد. شمس اللي فقدت النظر وهي صغيره، لكن امها اللي وصلت توا لعمرها كانت عينيها، وقت اللي الام تتحول الى العينين اللي تغزر بهم بنتها. قصه شمس وسعاد بعد شويه في انت الحب. اما كالعاده في البدايه ما يلزمنيش نكون وحدي، يلزم يجي حذايا صديقي. اليوم هو صديقي، وانه احنا نصوروا في العطله هالنهارين هذوما، اسمه زيادة. نقول له ايجا حذايا زيدوني، ايجا زيادة حذايا، ايا مرحبا، ايجا زيدوني. هما يسوفي يقول لهم ادخلوا بلاتو، وليوا عاقلين، جايب لي النوار زيادة. عسلامة 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 عسلامة. هذا لشكون؟ ليا عييد. او مكتوب عليه انت الحب. ايجا اقرب شوية، اقرب اقرب اغزر. شوف سعيد المخرج، انت الحب، انت الحب يا زيدوني. ولبس لي اصفر واكحل، اللي يعرفني نحب سيابي سيد، لبس لي اصفر واكحل. شو حوالك سي زياد؟ لاباس. سلاعه توا عاد؟ ايه. شنو باش مبرمج في السلاعه انت؟ برشا. برشا حاجات؟ استنى خلينا نحط النوار ونرجع لك، لحظه برك، خلينا نحط النوار لهنا. ونرجع ناخذ راحتنا في الكلام. اي سي زياد. اي احكي لي عاد. خذيتوا الكارنيات، شفت التصاور انا في الباج نتاع الجمعيه، صفا القرايه؟ ايه. قالوا لي باهي في المطالعه انت والقرايه. باهي. عندك برشا اصحاب في ليكول؟ اي. باهي. شكون جايبك انت اليوم؟ اختي. شكون؟ خويا اختي. ماما ولا شو اختك جات معاك اليوم؟ ماما عاد. سلموا عليها؟ اي. هاي باهي، حضرت الاسئله نتاعك؟ اي. ترجع من بعد تسالهم؟ اي. تحكي لي شويه على القرايه؟ باهي. اي سي زياد، اي تفضل بابا، خلينا نوصل سي زياد. وخليني نجي. يعطيك الصحة يا زياد، شكرا شكرا على هالورد. باهي خليه عندي تو بعد نقابلو، ما احلاه الورد هذا. عسلامة ساعة، خلينا نسلم على شمس وسعاد. عسلامة. 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 شنو حوالكم؟ ماني جايكم. قبل هذا خلينا نمشي للكودكور نتاعنا اليوم من عالم 21 شارع حب. هي كانت ضيفتنا برشا مرات، اسمها فاطمة الصفراوي، عرفتوها العباد اللي تبع انت الحب، مغرومة برشا هي بالتطيب. مؤخرا أطلقت شين على تيك توك وين تقدم وصفات هيلثي. هات نشوفوا فاطمة باش نشجعوها الناس الكل، امشيوا اعملوا ابوني لفاطمة على تيك توك. خبز تاع رزينة بلاش فرينة بلاش خميرة حسرقة. نرحي بركدي بركدي. لازمها تقول نرحيها هكا. حاصلت 300 جرام أبيض تعظم. نخذوها بغدي بغدي. نخذوها كما هكا فما عصفور. نصبها هذيك الكراندولا. هذه فاطمة الصفراوي تلقاوها على تيك توك، صديقتنا، صديقة البرنامج، تعمل في دروسات، عاملة جو، تشجعوها نمشيو نعملوا الناس كلها بوني ونتبعوا فاطمة. فاطمة اللي وصلت طباخة وتعرف الطيب، وعملناها وشاركت في مسابقة عربية وفازت، لأنه لقات وراها عائلة وأصحاب وناس أمنت بها. تقريبا نفس موضوع حكايتنا الأولى اليوم، اسمها شمس، لكن للأسف ملي عمرها 5 سنين ما شافتش الشمس. فقدت نظرها، ولكن لقات امها سعاد معها. عسلامه سعاد. مرحبا بيك. عسلامه. عسلامه لا شمس. عسلامه. شو حوالك؟ الحمد لله. حبيتش تدخل امك قبيلي في الكواليس؟ انا قلت لها باش احكي حكايتكم كيفاش انتوما قصه حب مزيانه، وجاتني وتفهمنا نهار اللي جينا صورنا. جاتني للبلاتو ديما تعمل لك عملاتك يا شمس ولا ساعات؟ مش ديما. باهي، باش نتعرفوا اكثر على سعاد وشمس، هيت نتبعوا حكايتهم في هذا التقرير. من قلب مدينة أريانا، هذه شمس قاعدة تلوج على الشمس. احنا في أكاديمية الفنون للفنان محمد الجبالي، لهنا توا مدة شمس تجي كل عشية جمعة،
باش تقرا موسيقى ومسرح. لهنا تجي باش تدافع على حقها في العلم والفن كيف مندادها الكل. انا من صغرتي نحب برشا الموسيقى والفن والمسرح، وكنت كما قالت ما يعني نقف قدام المراية ونشطح ونغني. بدي الغرام ممكن في المدرسة بلي شونسون تاع الصغار ذوكم وكل شيء. بعديك شديد صحيح أني نحب ندخل كونسيرفاتوار. بتباع ثم دي كونسيرفاتوار رفضوا من اللول أكيد، يقول لك فلا كفيفة يعني أنا كيفاش باش نعلمها تعزف بيانو كيفاش كل شيء. لكن أنا شديد صحيح وراهو أنا يعني من اللي نقرأ سنة ثانية وإحنا نلوجوا على كونسيرفاتوار باش نقرأ فيه، لين دخلت بعد أعوام بعد 5 أو 6 سنين. وكيف كيف غاديكا أول مرة كي قريت يعني كانوا نقولوا نحب نعزف مثلا مارياج دامور ولا أي حاجة، قولي تي أنت باش نجم هذيك، تي أنا ما نعزفهاش، تي أنا ما نعرفش شنية. يعني كان فما نوع يمكن ما يحبوش. يا أخي بعديك جيت للأكاديمية بتاع محمد جبالي، كنت بتباع متأكدة أني هنا باش نلقى نحب عليه، وذاك هو هذوما الأكاديمية متاع سي محمد، هما عائلتي هما عالمي، وسي محمد بابا وخويا وكل شيء بالرسمي، ومدام زينب وسي وسيم ومدام نورهان، هذوما كل شيء في حياتي. الموسيقى هذيك أنا وسيلة من الوسائل باش نوصل بها دي ميساج للعباد، هذاك عالمي كما قلت لك بالحق. نحبها برشا الموسيقى على خاطر أنا ممكن نتعرض لبرشا حاجات خايبة في الدنيا ما نجمش نحكي عليها، لكن نحكي عليها من خلال اللي نعزفه حتى في المسرح. زاد من صغرها شمس تعلمت تدافع على حقوقها وكان لزم تفكهم. ممكن هي ما تراش لكن ثنية الحلم قدامها واضحة. لكن هات نرجعوا للبداية. شمس تولدت تشوف بطريقة طبيعية وقت اللي عمرها 5 سنوات، وبعد صدمة عاطفية ونفسية كبيرة شمس تفقد النظر، لكن عمرها ما فقدت البصيرة. البنية الصغيرة تلقى روحها بين ليلة ونهار ما تشوفش، لكن زادة لقات معاها أمها مرأة عظيمة مناضلة ومكافحة، قررت إنها تكون البنتها الكتف اللي تتسند عليه والعينين اللي تشوف بيهم. شمس ولدت تشوف، ترى معناتها كنا صغار الكل. بعد 5 سنين أبوها جاتو جلطة فقدت البصر نتاعها، ما عادت تشوف. تعاودت معناتها تكيكة، تعبت لي شوية، ما حبش تقبل لي بالبراي، تقرا بالبراي والكل، وبعد ولات تقرا والحمد لله. لقيت روحي وحدي بين بنتي وبين راجلي وبين بنتي الأخرى، معناتها ضايعة تقرأ بعيد والكل، فهمت بشوية بشوية والحمد لله. أنا كنت أفكر معاهم طور أنت صغيرة كان يشوف بعد ولا ما عادش يشوف، شنو تكون أنت؟ كنت أنت عيني أنا الكل، ما عينيها أنا الكل، أنا وهي حياتي الكل، ما نجمش نولد فيها. تمت في ربي نقولوا ربي عطيني صحة البدن، حتى لقيتها مغرومة بالموسيقى برشا من اللي صغيرة، هي من اللي كانت تشوف تحب الموسيقى، تحب برشا حاجات. وفما ناس معناتها مشيت معاها وفما ناس ما حبش تقبل من الأول، تقول لك هذه معناتها مكفوفة، أنا كيفاش باش نحطها تعمل الموسيقى، كيفاش باش نحطها تعمل البيانو، كيفاش نحطها تعمل برشا حاجات. وانا نجري وقبلت والحق سي محمد يرحم والديه والأسادة متاعها يرحم والديهم ومدام زينب الكل وقفوا معايا ويرحم والديهم، عطا سي محمد عطاها كل شيء. امي عينيا، امي اللي ربيها كل شيء بالحق، هي ضحات على خاطري برشا برشا برشا، سلمت في الدنيا وما فيها بالرسمي، هي تعب على خاطري، هي عامله المستحيل. نقوم من 3:30 نتاع الصباح ل4:30 نكونوا في الشارع، تهزني الليسا وبعد ترجع تروح بي وما تخليني ناقصه حتى شيء، تعمل المستحيل هذيك الدنيا الكل بالرسمي، ديما تحب تفرحني، قريبه مني برشا، جزء مني، هذيك جزء مني بالرسمي، حاجه ما نجمش نتخلى عليها جمله مهما صار.
أم شمس أصرت أنه بنتها تدخل تقرأ وتتميز في قرايتها مهما كانت الصعوبات والظروف. محبتها لشمس كانت أقوى من كل شيء. 3:30 نقوم، 4:30 نخرج من الدار، ناخذ تاكسي المنوبة، ناخذ الكار باش نزهر تقرأ، باش نمشي أنا نخدم، باش نرجع نروح بها. نخرج من 4:30 نتاع الصباح، نروح ما 8:00 9:00 نتاع الليل. معناتها أنا نهار كامل من مانيش في الدار، نهار كامل من ساعة ما نشوف حد. الجيران يجي يدق علي الباب يقول لي وينك؟ أختي معناتها ما نمشيش للعروسات، خاطر نحس كي بنتي تقول لي ماما إيش لابسة ولا ديك إيش عاملة، أنا نحس ما نجمش نوصف لها شنو عاملة. أنا حارمة روحي من كل شيء على خاطر بنتي، ما نحبش نحسسها لي ما تشوفش. ديما حتى في التلفزة تقول لي ماما شنو هذيك، نقول هي هاك عملنا كيك عملنا كيك، وصار نولي نطفي نسكر التلفزة نمشي نرقد باش هي ما تحسش. حاجة حب نحبها برشا أكثر ما تصور في بالك، هي عينيا من الغالب. أنا كهوسي محمد يعرف قداش من عام نجي نبقى قاعدة هوني خاطر بعيدة حتى تكمل ونزل روح بها. وريتها كيفاش تعمل، علمتها كيفاش تلبس حوايجها، علمتها كيفاش تدوج، علمتها كيفاش نقولها شمس أو عندك التكية ذيك راهي تجي من باش تلبس حوايجها مقلوبة تكية منا، علمتها كيفاش تمشي شعرها، نجيب لها العروسة نحطها لها نقولها شمس أمشط العروسة وظفر لها شعرها باش أنت تنجم تمشط تنجم تعمل، راهو مش حاجة سهلة. أو ذيك باش تعملها، أو ذيك هذاك الكرسي، هذيك الطاولة، هذيك فرشك، هذيك حوايجك، هذيك على برشا ما تقولش علي انا علمتها كنسان يقري فيها. محبة شمس وامها حلت لهم البيبان المسكرة، قواتهم وقربتهم لبعضهم اكثر واكثر. هما زوز اشخاص متلازمين ما يتفارقوش وعلى بعضهم ما يبعدوش. ووقت اللي كبرت شمس وكبرت أحلامها واكتشفت غرامها بالفن والموسيقى، أمها ما كانتش من العاكسين، مهمة جديدة وهي مستعدة للتحديات الكل. صغيرة تحب تشد حتى حاجة تبدأ بك عليها تشتح، دي تقف قدام المراية تبدأ تشتح وتغني وتقول أنا مش هطلع فنانة، أنا مش هطلع شد عزام ميكرو وتبدأ عملك بيدها. هذيك حياتها من اللي صغيرة من اللي كانت تشوف حياتها كيكة. ما مش معناتها يكون إنسان ناقص حاجة يعني ما ينجم يعمل حتى شيء، بالعكس صحيح أنا ما نشوفش لكن ربي يعوضهم لي في حاجة أخرى. في الإحساس في 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 قوتي أني باش نتحمل اللي صاير الكل، والدنيا صعيبة راه بالحق الدنيا صعيبة لكني نواجه ما نوقفش نصدم، ما يلزمنيش نقف وما يلزمنيش نقيس، بالعكس لازمني نعمل مستحيل باش نفرح أمي خاطر هي السبب باش خلتني أنا ما نيأسش وما نوقفش. واليوم شمس تعزف البيانو بعد ما تعلمت الكمانجة، غرامها بالفن والموسيقى كبروا لها ثقتها في روحها وما خلوهاش تحس بالنقص ولا غياب حاسة البصر. فرحانة برش فرحانة كما تصور، نقول الحمد لله يا ربي ولقيت ولد الحلال وقفوا معاها. انت فرحتك بالدنيا وقت ما انت تطلع مع سي محمد فوق الرطح فوق الرقح فوق الكل مش وانت تلقى انت روحك. انا نبدا فرحان نبدا قلبي يبكي، مش انا نبكي نبدا معاهم يبدا قلبي يبكي، نشوف استاذك كيفاش يعلم فيها في البيانو كيفاش، خاطر مش سهله راه صغير ما توك برشا صغار لازم يشوفوا الورقه. انا بنتي بالاحساس النور في قلبها أقوى من أي ظلام. ولهنا في الأكاديمية القات شمس دعم كبير من الفنان محمد الجبالي اللي دعمها وشجعها وصل طلعها تعزف معاه في مهرجان الحمامات. شمس كان بالنسبة لي أنا الأكاديمية تحدي، أول ما جيت الأكاديمية كان تحدي، قلت يا شمس مغرومة بالموسيقى عندها حس فني، حطينا في كما يقولوا في مخنا وانو هكا قلت هذه تنجم اذا تواظب تنجم توصل، حسيتها مغرومه. الاساتذه خلينا نقول يعني اللي علموها بذلوا مجهود كبير معها، وانا بتبعها متابع للحكايه هذه مش تاع شمس فقط، تاع التلاميذ الكل.
والحمد لله بعد تقريبا 5 و6 سنوات بدأت نتيجة والخدمة تجيب، تقدمت في العزف البيانو، زادت مع البيانو بس تكسب ثقة في روحها المسرح، وبدأت تكون شخصيتها، بدأت نحى الخوف. ما خلاني وأنه السنة الفارت في مهرجان الحمامات اخترت باش تكون ضمن خلينا نقول المغرومين بالموسيقى والعزف والغناء، ساعدت على المسرح وكان تفاعل كبير من الجمهور. حتى درني ما زاد كانت معي موجودة في برنامج على الشابي وعملت سولو تجيء عليها وهي تستاهل ولا، وفرحانين بنتيج وهي فرحانة وأمها فرحانة. وسي سالو بيوت مع التلاميذ اللي يجيو الاكاديميني هنا في ليزاكتيفيتي الكل يكونوا فرحانين وشيخين. معني كي نشوف قبيليكا تلميذه عندي برغم تعبت ولكن ما حبتش تقص على الكور نتاعها، برغم امها قالت لها سي بون تنجم تروح حارسه وانه تكمل الكور نتاعها. يقولوا لي بارون التلاميذ يستناو وقت ايش يجيو باش يعملوا موسيقى وباش يتعلموا العزف باش يعملوا مسرح باش يعملوا بانتور ولا معي انا في الكلوب دو شون. هذا هو لو بيوت من الاكاديمي دار محمد جبالي. جاني قبل بجمعة تليفون مع عند سي محمد قال لي ايش رايك تطلع معي في الحمامات نهار 10 جويل. قلت له راهو نهار عيد ميلادي هذا كان نهار مستحيل يتنسى، كان شعور ياسر مزيان، حسيتها تجربة جديدة اني هكا باش نعمل حاجة سيغسين وكل شيء قدام ببليك كبير يعني جمهور الحمامات لازمني نبدع. هذاك اللي صار الحمد لله يا ربي، وحلمتي اني نحب نكمل في الفن ونحب نوصل، نحب نعمل برشا حاجات تفرح امي وتفرحني ونوصل بها دي ميساج للعباد. صحيح انا مثلا كفيفه وكل شيء، لكن في التياتر نمثل ادوار ماهيش بتاع طفله كفيفه. هي كانت الهدف نتاعي نفرحهم نتاعي على الرجال، اكيد فرحانه بيك امك. شموسه كنت حشمه شويه، تخدم راه وعندها محبه وجينيروزيتي كبيره ياسر، وتخدم لكن تحسها مسكره على روحها، سورتو كي نخدم على الجسد خاطر نخدم ياسر على الكوخ، هاك شفتوني بكري خدمت على الصوت وعلى النطق وكل شيء، كانت مسكره على روحها، بشويه بشويه فما تمارين، فما منهجيه تتعمل، فما بيداغوجيه لازمك تكون معناها متمكن منها، وهذه بالتجربه بيان سور. انا عندي كارير نكون في ليزادوليسون حتى ليزادولت وصغار اكثر من 15 سنه نكون فيهم، دونك الخبره هذيك تخليك كيفاش تاخذ خاطر لازمك تتعمل على العمل النفسي. انا ما نحبش نقول كلمه اعاقه، انا ضد الاعاقه، هي عندها المشكله في البصره نتاعها، انه اهم حاجه هما اقوى منا. علاش؟ خاطر عندهم حواس اخرى اقوى تخدم، وهذا اللي خدمت عليه، عندهم السمع اقوى، اللمس، خاطر نعرفوا الانسان كي تنقصوا حاسه حواس الاخرين تقوى اكثر. الناس اللي تظلم العباد هما اللي عندهم اعاقه معناها، فهمت؟ دونك بشوي بشوي بديت تكون لحمه، ولازمك تقرب لهم اكثر وتحاول تفهم شنو هو الدنيا. راهو المسرح اذا كان ما تكونش انسان راهو ماهوش تقنيات فقط، ما فما حد شايف الدنيا هذه تنجم تخدموا سورتو مهنتنا. راه اي حاجه لازم تكون فيها محبه، خاطر ما غير محبه ما فماش عطاء، ما تنجمش تكون جينيرو تعطي من عندك. معناها كانك تخدم في اداره، هو في اداره لازمك تحب خدمتك باش تنجم تخدمها، فهمت؟ خاطر الخنقه نتاع البيرو في بالك تياترو، لازم فما برشا محبه ولازمك تكون انسان تحس بالغير. شمس هي حكايه ام وبنتها، اصدم عليهم الظلام فقرروا يكونوا هما الشمس. هذه اذا حكايه سعاد و... وشمس. منين نبدا واي؟ شو فيك تبكي قبيلي سعاد؟ شمس ما شفتش يعني اللي انت دموعك هبطت وقت التقرير. شيء شبيك؟ فخر سعاد انك تعبت يعني كي ترى بنتك نهار عيد ميلادها في مهرجان الحمامات تقولك الصبحيات اللي قمتهم وكتعب جاب نتيجه. تنسى اللي انت تعبت، تنسى التعب، انك تجيب لي تبدا تنجح وتعمل ننسى التعب. كل تعبي ما مشاش الحمد لله، تعبي مشي لبنتي. تنسى التعب والله ما تحس بيه جمله.
تشوف صغيرك فرحان يبدا فرحان، حتى ولو انت موجوع ولو عندك حاجه ولو يلزم واحد يلزم كل واحد عنده صغير ما يسلمش فيه، حب يشوف ولا ما يشوفش ولا مريض ولا معاق اي حاجه. اي حاجه نحبش نقولها، خاطر القلب يوجع، خاطر انا حاسه. اما كل واحد يشوف صغيره فرحان يبدا فرحان. قررت منذ هاني جايك شمس انت يعني عمرها 5 سنين ونص وقت اللي فقدت، 5 سنين ونص يعني على اثر كما حكينا نفسروا اكثر للناس. ازمعت فيها ابوها مرض وهي كانت متعلقه به برشا، دونك متعلقه به برشا بالليل ونهار ما مرض يعني بالليل ونهار لا مرضت لا صار شيء، فقدت النظر بالليل ونهار. زيتها للروضه، الروضه قالت لي بنتك تكتب المقلوب، معناتها مش مستانسه تربيت في الروضه هي، قلت تمشي تصدم في حاجه تعمل. زيتها للطبيب قال لي ريدو معلق وطاح. هل كان سهل عليك تقبل الخبر سعاد؟ ايه مش سهل، ماهيش حاجه سهله. انت حتى انسان اخر معناتها بعيد عليك ما تنجمش تقول انت تسمع حاجه ما تنجمش تقبلها، يوجعك برشا. من شو خفت؟ لانه تو انا نحكي نسال فيك اسئله ربما تطرحهم زادة او كل ام عندها طفل ضرير او طفله ضريره، لانه زادة فرصه باش نطرحوا. يحسوا اي يحسوا كيما حسيت انا، فماش ام ما تحسش على صغيرها. لا يعني مش خفت وقتها؟ لا خفت. من شنو هو؟ خفت من المجتمع، خفت من الوقت، خفت من برشا حاجات، برشا حاجات تخاف منها. وقتاش في انا لحظه قررت انك انت تكون عينين شمس وتنطلق في رحله النضال؟ وقت لي اخر معناتها اخر مرحله الطبيب قال لي ما نجم نعمل لك حتى، ما نجم نقول لك حتى، لازم تتحمل. شهرين باب السبيطار قال لي لازمك تتحمل، ما نجم نعمل حتى، لازم تكبر. لازم وقتها انا اش عملت؟ قلت لازمني نعمل كوراج. شو معناتها تعمل كوراج؟ نعمل كوراج، لازمني نتقوى باش ما نضيعهاش. لازمني مشيت للطبيب وسالته كيفاش نعمل، قال لي كنتش نعرف جمله تاع بير القصعه المكفوفين، ما كنتش نعرف جمله، عمري ما صارت معناتها. المجتمع قاسي مع المكفوفين؟ قاسي شويه. اسمع مثلا اعطيني حاجات تعرضت لهم انت وشمس باش العباد تاخذ فكره. انا بالنسبه لي يعني أنا على المعاناه المزدوجه للاشخاص هذوما. لا والله لا، تقول انت معناتها يعاملوا فيه معامله قاسيه؟ لا لا لا، فماش تنمر فماش لا 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 بالعكس. ما لفاش تتعرف فاش يعني اللي يقلقك؟ انت اللي يقلق معناتها تقول انت يلزمك انت تقف على صغيرك. يلزمك انت تعرف كيفاش تقف، انت يلزمك تقف انت، خاطر هو معناتها استاذ والا مدرب والا حاجه، مش يعملوا لهم هما، اما انت يلزمك. أياني رجع لك يا سعاد. وبالمناسبة ربي تحية كبيرة لمحمد جبالي فنان اللي استقبلنا في الأكاديمية نتاعو على جينيغوزيتي أيضا على الكرم، يعني فنان في الأخر إنسان وجينيغوزيتي اللي شفناها عند محمد جبالي في أكثر مناسبة، يطلع معاه تلامذة من الأكاديمية وصغيرات في أكثر من الحفلات. وجستمون باش نبدأ بالنقطة هذه، شمس كنت تخيل في نهار من نهارات تلقى روحك على مسرح الحمامات ونهار عيد ميلادك؟ لا كانت لي سوربريز كبيره، ما كنتش نتوقعها جمله يعني الحقيقه. في بالي بيه اللي هو عنده مهرجان حمامات 10 جويلية، في بالي بالذات وكل شيء، لكن ما كنتش نتوقع انه باش يكلمني يعني ويقول لي هاي مش رايك تطلع معايا سيرسين والا لا. الحقيقه ما كنتش نتوقع، كانت حاجه حلوه برشا، يعني عمري ما ننساها اللحظات هذيك بالرسم. تراها تتويج لك التعب بتاع السنوات 6 سنين في الاكاديميه وانت ماشيه جايه مع الوالده، وقديش من مره قالت لك ليه قبلها، وانت وكنت حكيت يعني في التقرير انه أيه. فما حتى مقطوعات قالوا لك ما تنجمش تعزفهم يعني. اي صحيح، اي كانت لي تتويج بتباع. اكل لي صار قبل يعني ولا ورفض كل شيء نسيته ذاك الكل، قل بتباع ربي عوضني بما خير اكيد الحمد لله يا ربي. باهي شمس، منين جبت القوه؟ منين احكي لنا شويه يعني ما الظروف الصعيبه والنظر مش موجود، منين جبت القوة باش انت تو تقرا سيزيام اني؟ أيوة يعني سنة ثالثة. اي في معهد بير القصعة، دونك عم جاي باك ان شاء الله. اي ان شاء الله. فوالا باش انت باك شنو هو؟ لتر. باك لتر، باهي. منين جبت القوة شمس؟ لأنه برشا يسلموا. ما 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 يلزمها نفس طويل، يلزمها عزيمة قوية. صحيح. الحقيقة كرا أمي كيفاش تعب عليا وتعب ماهوش ساهل يعني.
وقتها تجيني القوة وحدها بالرسمي. أي إنسان في الدنيا مهما كان عنده الاختلاف راه كي راه إنسان ويقف بجنبه ويقول له راني معاك وراني ما نسلمش فيك ونضحي على خاطرك ونعمل كل شيء راهو يولي قوي بالحق. سعاد، الحياة مع كفيف صعبة للعباد. أيه. شو تنجم تقول للأولياء اللي مثلا عندهم صغيرات مازالوا ما قدموش في التجربة، يعني مازال ربما طفله أو طفلته صغيرة، يعني شو تنجم تنصحهم؟ شو تنجم تقول لهم؟ تنصحهم لازم يقفوا معاهم خاطر صغيرة هما تعرف شنو هما بالنسبة لهم هما الحالة نتاعهم هما اللي قويين مش قويين تحسهم هكا اللي ينتقم يقول لك احنا معناتها عندنا حاجة داخل عندهم حاجة داخل حتى حب ما يعرفها كاين الأم تعرفها يزم يقفوا معاهم. هما الحق تبارك الله ما شاء الله ثم معناتها أصحابها يحبوا برشا بعضهم هما في الواحد في المدرسة يعني المدرسة ما يعطوش بعضهم معناتها واحد يظلم هذاك يجور كل ما بعضهم يعملوا ما يعطوش بعضهم جملة يحبوا بعضهم برشا برشا وديما يد واحدة وانا كل أم ننصحها يزمها تقف مع صغيرها. شو تحب تقول شمس على أصحابك في المكتب؟ حكينا شوي على ذكر المكتب. منذ بداية السنة فمجموعة من التلامذة في مجموعة من الولايات تحرموا لأنه قرأوا خلينا نقولوا البارتي الأولى الابتدائي في الولايات نتاعهم ووعدوهم باش يوفروا لهم وقت اللي يكبروا ويمشوا للثانوي باش يكملوا يقراوا في الولايات نتاعهم وبعد جبدوا بهم سامحوني في الكلمة وإلى حد لا ينفهم شكون منهم بطل قراية لأنه فما أولياء ما تنجمش يعني تعمل نافات وما تنجمش يعني تمشي كل يوم بير القصعة على 100 كيلومتر و 90 كيلومتر. هذا شو نحكي أنا الصعب يعني أنه يكون عندك طفل كفيف وما عندكش مدارس متوفرة في البلايس الكل، أنه يكون عندك طفل كفيف وما عندكش في الإدارات بلاصة، ما عندكش في الطرقات في الخارج يشعل الضوء يشعل بالصوت زيدا للعبد الكفيف. ما زلنا بعاد نتصور ثم برشا تكنيات ما نجموش أما عنا فوايرة عنا فوايه في الليسي يعني هاو من ولايات بعيده يجيو يقراو معنا في الليسي ثم زندوبه ثم ملكيه ثم سيدي بوزيد ثم سيدي بوزيد من نابل من الحمامات من بنزرت من يقراو في الليسي نتاعنا فوايه يعني وثم ناس ما نجمتش احكي لنا شويه على قرايتك في تقراو براي اي نقراو براي اي نقراو بالبروغرام العادي بتباع اللي يقراو به المدارس الاخرى اي لكن عندنا كتب براي وبروفي من اللي علينا الكور وعادي عادي عادي وباهين نوتيتك ولا هكاك اي صفا الحمد لله يا ربي باهي صفا الامور لا باهي الحمد لله. سعاد استضافتنا ليك هي ايضا حديث على قصه شمس وتحديها وكيفاش تعلمت الموسيقى ولكن ايضا تكريم لك انت لانه حكيت في التقرير ونحب نرجع للنقطه هذه وقت اعطيني برنامج نهارك سعاد بروجرام نهارك وقت ايش يبدا وقت يوفى سعاد يبدا من 4 ونص 3 ونص قوموا ما 3 ونص لحظه ايه. اسمعوا مليح ايه. اي عبد يعني يتشكى مثلا وظروفه نتاع بنته ومتقلقه اسمعوا شو باش تحكي المره هذه دونك تقوموا ما 3 ونص كل يوم ما 3 ونص يوميا باش تخرجوا ل 4 ونص باش نخرجوا 4 ونص شتى سي ايه. ايه. نقوم نحضر نقيم بنتي نحضرها معناتها تفطر نحضر الباني نتاعها نتاع فطورها نخرجوا ناخذ تاكسي المحطة. حتى المنوبة ناخذ 410 الكار هذيك تهبطنا نوصلها هي نعاود نرجع الخدمة شطرانة ثلاثة نمشي نعاود نرجع بنتي وبعد نعاود نروح بها 9 متاع الليل ساعة وقت في رمضان لذان يذن علينا واحنا في الثنية نطيب في الليل نعمل كل شيء في الليل نعمل كل شيء بالمحاور كل شيء والحمد لله فرحانة أنا مانيش تعبي مع بناتي مانيش على فكره هي توا هي مش انا برك هي حتى أختها عندي اختي اي ربي يفضلها اختها هذيك مرايه نتاعها كي انا نقولها شمسه كي لابسه بكدي تقول لي ايجا مش لاختها هي اللي اختارت لي اللبسه اليوم وهي معناتها بالحق هكا باهي انا هكا شنو معناتها انا واختها معناتها هزين برشا ما يعطيوش قيمة للتضحيات اللي يعملوهم والديهم برشا ما يعطيوش قيمة وانا برشا معناتها يقولوا لي انا قبل يقولوا لي خي بربي في اللوحة عليك خي مكفوفة ايش عارف تقري فيها فهمت قالت لك هذه اي قالت لي قداش مرة وانا نطفي قلت لهم ليه يا خي مكفوفة بربي خي شني مستقبلها هي لوحة عليك خليها تقعد في الدار عليها تقعد في الدار صحيح ما انا موجودة ثم برشا شو المجتمع متاعنا ما يرحمش
يحقروا حتى العبد كي بدا يمشي ولا حاجه مي معناتها خاطر هي ما تشوفش انت ما تقوليش على السلامه ولا ما تقوليش صباح الخير ولا خاطر هي ما تشوفش عليه خاطر هي تشوف اما تسمع مش ما تشوفش تسمع على صحيح ما تشوفش اما تسمع فما ناس تحقر فما وثما البنين على الاخر حتى في الكار عندي مشاكل حتى في الكار قولي كيفاش معناتها نقول بنتي يلزمها كرسي بنتي يلزمها كرسي وكما في الكار ثما ناس باهين بالحق عباره ولينا عائله في يعني الكار يعني تقالت لك بطلها من القرايه ايش عندها باش تعمل مكفوفه اي مكفوفه ما عندها ما تعمل شيء يقول لي لو حاليك بنتي تعبة أنا شنو ليه نقولها ملي أنا كنا بدأ تعبة أنا بدأ فرحانة شمس الكلام اللي يتقال هذي يتلمدوا شنو تعمل به كيفاش تحولوا الطاقة إيجابية كيفاش تحولوا العزيمة كيفاش تحولوا القوة بالعكس يقويني الكلام هذي وريت لي على فكرة يقول لي مثلا إنسان هو عزفك خايب ولا ما تغنيش أنا نزيد نغني ونزيد نعزف كيف حتى الكلام هذي يقول لي وين عندك باش توصل عشان لا نحطوا تحدي أنا نحطوا تحدي ونوصل إن شاء الله خلنا نفتحوا موضوع الموسيقى سعاد تحية ليك فعلا يعني هيك علاش انا اصريت انك تحضر باش نقولوا للتوانسه انه عندنا نساء عظماء نساء مضحيين المراه هذه تبدا نهارها من 3:30 للتسعه نتاع الليل هيك علاش انا نطلب يعني من الدوله نتعاون شويه لو تقرب المدارس تقرب علاش عندنا مدرسه برك يعني كبيره في تونس المكفوفين عليه مش حقهم مش حقهم علاش تجيبوا فوايي مثالش مع وفر له في سيدي بوزيد مدرسه اش تحير الدوله في 24 مدرسه في كل ولايات عليه يتربى الصغير بعيد على دارهم عليه يتربى بعيد على اخواته عليه يتربى بعيد على اهله علاش نحطه في فوايي هو صغير حقه كيما وفرت للطفل اللي راه مدرسه قريبت له هو زاد الكفيف وتلقاهم ساعات راهو يجيو قسم هما كلهم في ولايه قسم والله يقسم قسم برشا ما فهمتش انا الدوله حارت في هذا بصراحه والله سامحني سي حسام باش نقول كلمه انا والله صدقني كي نمشي نروح بنتي نبدا نبكي تعرف علاش نبكي على الصغيرات نقول انا شو انا امهم جيت هزيتهم هما مش يقعدوا في الفوايه هما مش يقعدوا ساعة نقولها شمس عايش بنتي تبدا عندك حاجه اعطيهم خاطر هما ما ياخذوهاش معناتها محرومين منهم معناتها يروحوا مسكنات معناتها عائلتهم بعيده من جندوبه ما نجمش يروحوا كل يوم من الكيف ما نجمش يروحوا كل يوم بنزرت ما نجمش يروحوا كل يوم فهمتكم بطلوا قلت لك نعرف برشا عائلات بطلوا صغار ما قبلوش انه صغارهم يقعدوا في خايفين عليهم زالوا صغار يقول لك بطلوهم اصل احنا ترانسبور ما عندناش علاش ما يعملوش كيما نقول يعملوا لهم كار اكلب عادي يهزوهم على الاقل تو احنا قراب مثال شكا نوصلوا مع تخت انا قلت لك صدقني وقت اللي نبدا مروحه ماذا بيا ما نحبش نتلفت ورايا خاطر يغيظوك يغيظوني والله يغيظوني والله ورحمة امي يغيظوني نبدا نقول لهم قال شمس السيكنيتي سخفهم نرجعوا للموسيقى قداش غيرت لك حياتك الموسيقى شمس قداش عبيت لك وقتك قداش خليتك تعمل تحدي جديد في حياتك الموسيقى والمسرح والفن هما عالمي بالحق انا نتفرهد كان فيهم وما نجم يعني نعبر على نحس فيه كان بهم هما في المسرح ولا في الموسيقى وكما حكيت مدام نورهان يعني بالرسمي باللول جيتها حشامه شويه كيك وشي بعد سيبت روحي وهي اصلا الجمعه ذي بكيتها وكما قالت لي بكيتني في الصنص الباهي قالت لي تنحى لك الخوف وحفظت الاسباس والحمد لله يا ربي كيف الموسيقى بالحق انا كي نبدا حزينه ولا حتى فرحانه راه نمشي نعزف الانسترومون هذاك اللي موجود في قلبي بالحق والله جزء مني سعاد قداش تغيرت حياه شمس بالموسيقى وبالبيانو حاجه كبيره حاجه برشا تغيرت برشا قلت تحب روحها تحب كل شيء هي من الصغيرة تحب راه اما تو اكثر تو تبدا فرحانه تبدا وقتاش تقوم الصباح باش تجي باش تمشي الموسيقى باش تمشي تبدا فرحانة حتى في الأكاديمية معها أنا من منوبة تجي لريانا ديما معها شمس سايبها أنا شمس خاف على غلب هذي كل محبة والله أنا نحب عندي الزبنيات نحبهم الحق هذا كل اللي قرشت بهم الدنيا هي وقتها الحمد لله يا ربي هو ذوك هما حياتي ما عادش عندي أنا ما عندي شيء عندي كم جرب عندي هما ولا ربي كهو صغيرات عندي زوز بنات كهو نشوف فيهم ولا في ربي شنو شمس شوية الحمد لله كلامها أثر فيا برشا
هذيك هي الحقيقة. تعرف اليومك مرة عظيمة ولا لا؟ أكيد بالحق تتعوذش. حتى الأساتذة يقولوا لي الحمد لله. لا يعني يلزم مسيرش ما نحبش أنا ما نحبش عمري ما نحب نحط روحي في موضع الناصح يعني أنا أكثر آخر إنسان نجم يعطي نصائح للعباد أنا ما استحقش تكون يعطيني لكن كي يتعلق الموضوع بالأم نغير شوية يعني وهكا نتحير شوية عندك أم عظيمة هالمرأة اللي تعمل 15 ساعة على الأقل كل يوم فقط باش أنت تنجم تقرأ راو هذا دين هام يا شمس والدين راو مش أنك تعمل أنك تنجح ريت نجاحك توا ريت تطلعك في الحمامات مع محمد الجبالي ريت تتعلم تعزف قطعة جديدة هي تشيخ قال شي الآخر تعمل كيف في مخها تنسى تعب الحمد لله ان شاء الله نجم نعوض لها حتى شوي لا نحبوا البرشا نعرف قد ما نعمل مش باش نعوض لها ريت هي راه مش ليا راهي تعب عليا مش شوي والله انا نقول لهم كي تعمل حاجه كل صغير يعمل حاجه ويعمل لروحه باهي خلينا نستقبلوا احنا سي زياد نمشيو ل 21 شارع الحب خلينا نستقبلوا صديقنا زياد عنده ما يسالكم ونكملوا مع بعضنا الحوار نمشيو مباشره ل 21 شارع الحب مساء نور مجددا مرحبا بالجميع في 21 شارع الحب فقرتنا اللي نستقبلوا فيها صحيباتنا تعرف حبيت نوضح حاجه انا سي زياد نستغل حضورك معايا برشا يعرضوني في الشارع يقولوا لي برنامجك نتاع صغار قلت لهم والله لا راه ماهوش برنامج تاع صغار يعني حتى الضيوف اللي يجيو حذايا راهم رجال وصبايا وعباد تقرا قالوا لي لا محلاهم وما شبهم بحب السيف بالسيف يحبوا يردوه برنامجنا برنامج تصغار تو انت تو هذا شو كش ليغم شو كل حطاي تو هذا صغير تو كيفيه هكا سي زياد احكي لي عاده اعدادك في الكرني قديش قديش شويه ولا برشا برشا باهي الامور لباسه وتو صلاعه عاده وامك ونحب نحيي اختك لاني كانت ديما من عم ناول للاسف فقت بالمساج المخر بعثت لي على الانستغرام قالت لي نحب تستدعى زياد وتحبك برشا اختك اي انت الدلول نتاع العائله اي اللي تحب تاخو اي صح صح لسي زياد اي شو باش تسال سعاد وشمس اي نسيت اجا نقول لك العلم نتاعك هاي قول لها اعطيها سؤال اي هاي شواب اي هنم شمس قال لك شنو هو الحلم نتاعك الشمس شو تحلم شمس باش تكون سعاد؟ شو تحبها توصل؟ شو تحبها تقرا بعد الباك ان شاء الله عام الجاي هي باك؟ شو الحلم نتاعها تحب تدخل باك تخرج كما قيتها لبرا؟ اي شو حلمها؟ شو تحب تقرا شمس انت؟ شنو؟ موسيقى موسيقى تحب تقرا؟ باش نكمل في الفن ان شاء الله يا رب نحب نوصل بيها اكثر من هكا باذن الله. انا متاكد انه مادام عندك شمس تضوي لك حياتك اسمها سعاد انا متاكد انه اي طريق باش يكون سهل واي ثنيه باش تقصدها باش تكون محلوله ان شاء الله لانه نعاود نجاحك فيه برشا من عزيمتك وصبرك وقوتك ولكن ايضا من قوه المراه العظيمه اللي حذيك اي شمس عاش كنت تحب تسلمك اي سمينك جميعا نتاع ليكول وكل الساده اللي يتغشوا بربي مجددا نحب تحيه كبيره للفنان محمد الجبالي على دعمه لشمس ودعمه لبرشا صغيرات وشفت في ليكول غاديكا ولاد عندهم التوحد ويقراوا في الموسيقى وتحسنوا وقد جينيرو محمد ديما كل مره يطلع هكا مع صغيرات على السين وكيما شمس برشا صغيرات اخرين يا لا شمس عاش كنت تحب تسلم اي ساعه نشكرك انت على الاستضافه مرحبا انا فرحانه اللي تعرفت عليكم فرصه حلوه برشا وسي محمد جبالي نقول له ميرسي على اللي عملته معايا الكل وبالحق انا راني نحبك برشا انت راك خويا وبابا وصديق وكل شيء واللي في الأكاديمية مدام زينب البروفيت اللي غادي ومدام نورهان بروفة التياتر نقول لها ميرسي على اللي عملته على خاطري قالت لي هي أي مدام نورهان بوزايل الممثلة قالت لي أنا راني عندي معاك هدف ونحب نوصل له إن شاء الله يا ربي وسي وسيم بروفي متاع البيانو وسي لطفي العكرمي كان يقري في مسرح مشي لكندا في كندا تهو لطفي نقول له راني توحشتك برشا وإن شاء الله تجي ونتقابلوا بالرسمي زاد هذاك عطاني برشا محبة كان لي بو بالحق والله العظيم قالوا لي نحبك برشا يا مسيو وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى بروفيتي في الليسي كل وصحابي اللي قراوا معايا في نفس الكلاس
وثم انسان يقرا معايا تياتر كان نحبه برشا برشا برشا، كان صدفتي الحلوه هو في المسرح كما يقول لي هو نقول له انا محمد هادي كارما نقول له بالرسمي ربي يعطيك ما تتمنى يقرا معايا مسرح. كان لي صديق زيدا وانسان قريب مني برشا وانا قريبه منه برشا وصحابي الكل في المسرح زيد الكل سعاد. واختي نسيناها اختي باللحظه نسيناها هذيك تحياتها خاصه واختي زيد نقول لها راني نحبك برشا ربي يخليك ليا انت راك حياتي زيدا كي ماما وبابا زيدا طيب تفرج فيا قولوا لي نحبك برشا حتى انت وربي يفضلكم ليا وما ربي يخليكم ربي يفضلكم لبعضكم مجددا مش من من ماهيش طلبه يعني كي نحكيوا على حقوق المكفوفين في بلادنا هاكم تشوفوا نتيجه كي لقات امها تعزف بيانو تعزف كمانجا تغني تقرا ناجحه تقرا سيزيامانيه يعني سابقا ثالثه ثانوي عام جاي باك تبارك الله اعطيهم حقوقهم ما هيش منا هذه حقوق وفروا لهم المكاتب كونوا الأساتذة والمعلمين مش كل صغارنا المكفوفين يلقاو وين يقراو مش لازم هالطفل يمشي ويتعذب في فوايه مع احترامنا لكل الناس اللي في بير القصعة على المجهودات تلك حدود الله ما نجموش يعملوا أكثر نطلبوا من الدولة تفكر في كل الصغيرات لأنه على عكس ما قالوا لك يا سعاد ما عندها وين توصل عندها وين توصل وعندها وين توصل برشا هاي نعملوا تصويره تو نسكروا بها الجزء هذا نتاع الحلقه سي زياده هاي تعطينا الكيس هذاك الشموسه اي وهي وهي نعملوا تصويرتنا اي تفضل هاي خلقنا الشموسه شكرا شمس شكرا سعاد زيد بشرجح ذيه بعد شوية رحلتنا إلى القيروان بعد لحظات